وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الغاز العالمي لعام 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز. وأضاف مركز المعلومات مجلس الوزراء أن الاختلافات الهائلة بين توقعات الطلب الدولي على الطاقة والغاز مقابل انخفاض الاستثمارات في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة تزيد من خطر تفاقم صدمات الطاقة بحلول عام 2030 وما بعده. وشدد التقرير على أن الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة تقوم بدور محوري في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرة البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال على التكيف وتوفير المرونة المطلوبة بشدة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أهمية الرؤية الاستباقية لتطوير وتحديث قطاع البترول في تبني التحول الرقمي كوسيلة مهمة في كافة مناحي عمل المنظومة البترولية، لافتا إلى أن نجاح التقنيات الحديثة التي تم الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستوى مستودعات الشحن حتى المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بالغردقة بالغرفة الرئيسية لمنظومة تداول المنتجات البترولية بالوزارة، وتابع من خلالها عبر تقنية الفيديو كونفرنس العمل بالغرف الرئيسية للمنظومة بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التسويق والتعاون ومصر والنيل للبترول. حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من أن التصعيد الذي شنته إسرائيل في غزة يمكن أن يوجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث. وقال رئيس البنك الدولي في مؤتمر للمستثمرين في السعودية أنه يعتقد أن ما حدث مؤخرا في إسرائيل وغزة سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة، وأن العالم أمام منعطف خطير جدا. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط عقب خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة بعدما رسمت سلسلة من البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو وبريطانيا صورة لاتجاه هبوطي قد تؤثر على الطلب على النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 0.3% لتصل إلى 89 دولارا و95 سنتا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9% مسجلة 85 دولارا و57 سنتا للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.13% لتصل إلى 2 دولارين و98 سنتا للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.72% لتسجل 2.94 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقع المغرب على 3 اتفاقيات تمويل بقيمة 282 مليون دولار مع بنك التنمية الإفريقي. وأوضحت وكالة أنباء المغرب العربي أن الاتفاقية الأولى ستمول برنامجا للبنية التحتية الصحية بنحو 126 مليون دولار، فيما ستدعم اتفاقية أخرى برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية بنحو 155 مليون دولار. وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتمويل مشروع المساعدة الطارئة بمبلغ 1 مليون دولار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في سبتمبر الماضي.
أعلن المصرف المركزي النرويجي أن صندوق البلاد السيادي سجل تراجعاً في عائداته بنسبة 2.2% في الفصل الثالث من العام ليخسر ما يعادل نحو 34 مليار دولار. وأشار نائب رئيس الصندوق تروند جراند إلى أن أسواق الأسهم شهدت فصلاً أضعف مقارنة مع الفصلين السابقين، موضحاً أن قطاعات التكنولوجيا والصناعات وخاصة المنتجات الكمالية أسهمت سلباً في العائدات. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة الفيدرالية اختتمت عامها المالي في سبتمبر بعجز يقارب 1.7 تريليون دولار. وجاء العجز الضخم مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، مع انخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار فقط. بعجز يقارب 1.7 تريليون دولار أنهت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عامها المالي في 30 سبتمبر الماضي. العجز الضخم جاء وسط انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، مع انخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار فقط. وزيرة الخزانة جانيت يلين قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بمعالجة التحديات التي تواجه التوقعات المالية على المدى الطويل، كما أشارت يلين إلى العديد من الإجراءات التي قالت إنها ستؤدي إلى خفض العجز في الميزانية خلال العقد المقبل، لافتة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرناً على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية. إلى ذلك قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً للغاية، ما يترك الباب مفتوحاً أمام رفع جديد لأسعار الفائدة. يأتي تقرير الميزانية في نفس الوقت الذي طلب فيه بايدن من الكونغرس تخصيص 105 مليارات دولار لأولويات الأمن القومي، بما في ذلك 61 مليار دولار لأوكرانيا. في المقابل أصبح بعض المشرعين الجمهوريين يشككون في الحاجة إلى تمويل حرب أوكرانيا مع روسيا، وهددوا بوقف عمل الحكومة تماماً وضع حد للعجز المزمن في الميزانية الأمريكية والإنفاق المالي الذي تغذيه ديون بقيمة 31.4 تريليون دولار. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى أداء ونوها إليكم. شكرا لك يا سارة.